بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، منذ لحظات أعلنت اللجنة عن شوطنا 16 خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين هنا في أرضية هذا الميدان ضاري. محمد بن أحمد بن سعيد بن رفيع المركز الثاني، هناك كوفيت لسيد سعيد بن خليفة بن هيلة الاجتبي، وفي المركز الثالث شعار بن واس مع مايهاب عبد الله بن علي بن واس الاجتبي، ورابع المراكز هناك نيشان لعلي بن موفي بن علي الدوسري، وخامس المراكز ما شاء الله غصاب لسالم بن خلفان العري الاجتبي. مركز الرابع هناك الشهم لسعيد بن راشد المدحاني الاجتبي، وفي المركز الثامن ولا السابع اللي في المركز السابع البنتلي يحيى بن الصغير بن قنوب بن يرادة الاجتبي، مرحبا والله. بينما اللي في المركز الثامن اللي في المركز الثامن عزام لراشد بن سليمي بن سالم بن سليم العمري، وفي المركز التاسع هناك راهي لراشد بن عبد الله بن راعي الطيرة العامري، وفي المركز العاشر والاخير بنقول مياس محمد بن سالم بن جرش الغفلي. هكذا مستمعينا الاعزاء، هكذا جمهورنا الجميل، هكذا جمهورنا المود والمحب لانطلاقات هذا اليوم الجميل. نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين على ارضية هذا الميدان. اذهب الى ضاري في المركز الاول في مقدمة هذا الشوط، ومحمد بن احمد بن سعيد بن رفيعة مضمر ضاري، مايهاب في المركز الثاني، عبد الله بن علي بن واس الاجتبي، عزام ثالث المراكز لراشد بن سليمي بن سالم سليم العمري، وفي المركز الرابع هناك تانا البنتلي يحيى بن الصغير بن قنوب بن يراد الاجتبي، يلا يرعى البنتلي. بينما اللي في المركز الخامس ايها الاخوه مستمعين الاعزاء، ياسر محمد بن سالم بن جرش الاغفلي، وفي المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن هنا سادس المراكز ايضا اتانا الشبابي حمد بن هزيم بن محمد المسافري، وسابع المراكز حل كوفيت للسيد سعيد بن خليفة بن هيلة الاجتبي، وفي المركز الثامن ما شاء الله شوف اللي دخل، شوف اللي جاوز، شوف اللي جاوز هناك عطني شوي، عطني الشبابي غني عن التعريف سواء في هذا الميدان او في اي ميدان. اتمنى التوفيق لمصبح بن عبد الله بن سعيد بن غليطة الاغفلي. خلاص يا جماعة الكثير انتهى، القليل وباقي، الكثير انتهى والكثير وباقي، ولكن العمري راشد بن السليمي بن سالم بن سليم العمري على المركز الاول على مقدمة هذا الشوط على اندفاعة هذا الشوط. الله الكل حاضر، ولكن شوف اللي ما يبنال الطاري مرموق للسيد سلطان بن مهير بن سلطان بن مهير بن سعيد بن عجيد الاجتبي، اول نزله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ثلاث المراكز مشاكل ايضا هناك في المركز الثالث بنتعرف عليه الشبابي ما ظن عام الشبابي حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، وصلكم وصل الواصلون مرعب لسيد فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي ما شاء الله تبارك الرحمن يا بن عجيد، تبارك الرحمن يا بن عجيد ما شاء الله. سلطان بن مهير بن سعيد بن عجيد مع مرموق في المركز الأول، ولكن بن فاضل في اللحظات الأخيرة مع المرعم سيف مفاضل بن سيف بن مبارك المزروعي غادر بالسلام، غادر بالناموس. سلام عليكم، تحية واحترام على هذا الشعار ومالك هذا الشعار، محبين هذا الشعار، سلام تحية واحترام. يضيف قبل التين فزة انعاد ناوي عيد هوزة، سلام يا بن فاضل، سلام تانينا والناموس. فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي المركز الثاني للسيد سلطان بن مهير بن سعيد بن عجيد المركز الثالث، المركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن للسيد سعيد بن خليفة بن هيلة، المركز الرابع لعس راشد بن سليمي بن سالم العمري. وهكذا هي النتيجة مع 4 دقائق توقيتنا ما شاء الله 27 ثانية و6 من الثانية. سلام عليك يا بن فاضل، تحياتي واشواقي لهذا الشعار ومالك وجماهيره ومحبينا، تهانينا والناموس.